السلام عليكم الاخوان. لا فيديو ديال اليوم مهمه بزاف، عندها علاقه بالدعم اللي دارته الدوله على السكن. ما تمشيوش غلطين الاخوان، راه كاين بزاف ديال المغالطات، وشفت فيديوهات ديال الناس حطوهم وهضروا على شي نقاط اللي هي ما كايناش. راه ما كاينش استفاده في السكن الاقتصادي، لان السكن الاقتصادي اصلا عنده اعفاء ضريبي، ما عندكش الحق تستافد في السكن الاقتصادي. كاين واحد الشروط وكاين شي امور اللي غادي تبان لكم دابا راه باينه، ولكن من بعد غنعطيكم على الحوايج اللي ما كتبانش لكم واللي كتبان لك الا بحثتي مزيان في هذا الموضوع. هذا غادي نبداو بعداك نعرفوا كيف ما كلشي كيعرف. الديور اللي قل من 30 مليون غيكون فيهم استفاده ديال 10 المليون. فاش كنهضروا على قل من 30 مليون فهنا اوتوماتيكمون ما كنهضروش على الديور اللي في المدن الكبرى. راه ما كايناش دار في مدينه كبيره بحال الدار البيضاء بحال الرباط بحال طنجه باش تلقى دار قل من 30 مليون، صعيب الحال. لانه هاد المدن هادي اولا كيف ما كاع المدن نهار دخل السكن الاقتصادي فحيد ديك الطبقه ديال الديور اللي بثمن رخيص، رجعت ارخص دار هي السكن الاقتصادي على العموم. يعني هاد الشيء هذا فاش نهضروا على الدعم ديال 10 المليون على دار قل من 30 مليون، فغالبا غالبا الناس اللي غادي يستافدوا هما الناس اللي في واحد المدن اللي هي صغرى وماشي اي مدينه. صعيب باش تلقى دار قل من 30 مليون في واحد المدينه. علاش؟ لان ماشي خاصك انت غير دار اللي قل من 30 مليون، خاصها تكون دار قل من 30 مليون وماشي اقتصاديه ويلاه حصل على رخصه السكن في اكبر تقدير يناير 2023. يعني البيرمي ضابيطي خاصو يكون اقدم تاريخ فيه هو جونفي 2023. يعني هنا كنهضروا على الديور الجداد، ما كنهضروش على الديور القدام. هذه هي الحاجه اللي خصنا ندخلوا لراسنا، خاصك دار تكون جديده وقل من 30 مليون وماشي اقتصاديه. دخل عليها راسك مزيان. ندوز دابا للحاجه الثانيه، الديور اللي ما بين 30 و 70 مليون. هنا في الديور ما بين 30 و 70 مليون ديك السبفونسيون ولا الاعانه ديال 7 مليون مزيانه. بالنسبه لهاد الديور هادو الدعم فيهم غادي يكون 70000 درهم، 7 ديال المليون مزيان. شنو هما الشروط باش انا غادي نستافد؟ الشروط هو انه هاد الدار كيف ما قلت لكم خاصها تكون جديده، يعني رخصه السكن ديالها خاصها تكون في جونفي 2023، وخاصك الى دازت الامور كلها مزيان وشريتيها ما عندكش الحق انك تبيعها حتى تسكن فيها لمده 5 سنوات. وخمسة سنوات تكون هي دار رئيسية وانت تكون مغربي كو سوا في المغرب ولا عايش على برا، المهم تكون مغربي. بالنسبة للناس اللي مغاربة فضروري على انهم باش تحسب لهم سكن رئيسي خصهم يسكنوا فيها. بالنسبة للناس اللي على برا كنظن انهم عندهم اعفاء من هذه المسألة هذه، كنظن ماشي سير 100%. نتمنى انكم اذا كان شي واحد فيكم يعني مطلع على المسألة هذه يوضحها لنا، ولكن انا كنظن ان الناس اللي ساكنين على برا كيعطيوهم تاهما هاد الفرصة هادي. علاش؟ لأن تاهما عندهم الحق على أنهم تكون عندهم دار رئيسية في المغرب، المهم ما تكونش عندهم هذيك الدار الثانية، تكون عندهم دار وحدة. كاين واحد السؤال مهم تا هو، إذا كان السيد هو ومرتو مجوجين، الراجل فايتستافد يا إما فايتخدا شي دار إيكونوميك يا إما فايتستافد من شي استفادة. كان يعني مثلا على سبيل المثال كان في واحد الدوار ديال الكارير مثلا وعطاوه مثلا استفادة ديال شي بقعة أرضية ولا شي سكن ولا شي حاجة، فمرتو هي عندها الحق على انها تدخل في هذه الاستفاده هذه، واخا الراجل استافد فالمرات هي عندها الحق على انها تستافد. دابا المشكل المطروح شنو هو؟ المشكل المطروح هو كيفاش غادي نديرو عمليا هذه المساله هذه عمليا. اول حاجه كاين غادي يتم انشاء واحد المكاتب تقريبا 15 في المغرب. هاد المكاتب شنو هما؟ هما اللي غادي تمشي عندهم باش انهم يتكلفوا لك على انهم يدخلوك المعلومات ديالك، ك يعني باش انك تدفع الطلب على انك تستافد من الدعم هذا. اشنو هما هاد المعلومات؟ جوج ديال المعلومات، السميه ديالك والنيميرو ديال لاكارت. هاد الوكالات هادو اللي غيديروا معاك هاد المساله هادي ماشي غادي تجي السلام عليكم وعليكم السلام بغيت نحط مثلا بغيت نحط طلب، او لو بغيتي ما تمشيش للوكاله تقدر مثلا تدخل غير للسيت انترنت وتعمر المساله هادي. هاد القضيه هادي غادي يكون فيها واحد الحاجه اللي هي اللي كنتمنى تدخل ديال الدوله فيها، لان الا فلتات هاد المساله هادي كلشي ضاع. غادي نوليو بحالنا بحال لي رونديفو ديال الفيزا وغادي يوليو بالعشره. خاص الدوله تدخل في هادشي هذا، غالبا غادي يكون بار رونديفو غالبا. وفاش غادي يكون بار رونديفو؟ التخوف ديالي انا هو انه ينوض التصنصير وينوض بالعشره. يعني خاص تدخل ديال الدوله في المساله هادي، الاول اللي تقيد هو الاول اللي غادي يستافد والصف غادي. يعني الناس كل ما عمرت انت الاول كل ما انت غتستافد
وكل ما غادي يجيك الجواب من الناس الوالة، حيت انا ما يمكنش مثلا نمشي نشوف واحد الدار وبغيت نشريها ومشيت ندفع الطلب ديالي والطلب تعطل حتى ديك الدار مثلا تباعت، فين غادي يوقع مشكل؟ غتقول لي غندير كومبرومي دو فونت، ولا درتي كومبرومي دو فونت والرونديفو جاك من بعد المده اللي درتي في كومبرومي دو فونت، شنو غادي دير؟ دونك هاد القضيه هادي خصها تتقاد مزيان وخصها تضبط، لان هاد البروغرام هذا كيما كنتوما عارفين راه فيه 5 سنوات يعني تمتى 2029. وبالنسبه لهاد الاعانه هادي ديال كيف ما قلنا ديال 7 مليون او لا 10 ديال المليون، فماشي انت اللي غادي تاخذها، هاد الاعانه هادي غادي تدوز عند النوطير، يعني انت ما راحين نعاودوهم من الاول، انت كتدخل السيت انترنت ولا كتمشي للاجونس كتعمر المعلومات ديالك بحال كتعطي واحد الطلب، هما كيجاوبوك في واحد المده ديال 7 ايام، فاش كيجاوبوك ديك المده ديال 7 ايام انت كتمشي عند النوطير كتقول له ها هو الجواب، النوطير كيدير لك كومبرومي دو فونت مع داك السيد فيه شهر. هنا كاين مشكل واحد اخر ديال الناس اللي باغيين ياخذوا الدار بالكريدي، فاش غادي تاخذ الدار بالكريدي هذا كومبرومي دو فونت ديال شهر، يعني خاص الاجراءات الاوراق ديالك والطلب ديال البنكه والكريدي ديالك كله خصو يتكلوتيرا في شهر، فإلا ما تكلوتيراش في شهر هذيك الاعانه كترجع للدوله وانت ما كيولي عندك عاوتاني خصك تعاود كل شيء من الاول. فهنا الوزاره المعنيه اون نيغوسياسيون مع لو سيرفيس بونكير باش انهم يتريتيو هاد الشيء هذا ويتريتيو هاد الدوسي هادو ويتعاملوا معاهم يعني بشروط خاصه باش ان هاد الامور غادي تقضى في اجل اقل من 30 يوم باش ما يوقع حتى شي مشكل. فشنو كيبان لكم نتوما الاخوان؟ واش كيبان لكم بان هاد الاعانه هادي محفز على انك تشري الدار؟ واش كيبان لك على انه واخا ما تكونش انت ناوي تشري الدار هاد 7 مليون ولا 10 مليون غتخليك على انك تشري الدار اولا كتفضل تبقى كاري؟ انا يعني الراي ديالي الخاص، الراي ديالي الخاص ان هذا مشروع مزيان، ما كاين حتى شي دوله في العالم اللي كتدعم سكن ب 300000 درهم اولا، يعني لان باش نكونوا واضحين في واحد المساله الله يخليكم، راه كاينين الناس اللي غادي يشري دار ب 20 مليون وغيستافد الاستفاده ديال 10 مليون، الدوله خلصت عليه 50%، خاصنا عاوتاني هذه القضيه هذه ما نهملوهاش، لان هذا المشروع هذا اذا كان دار راه هو سميتو اعانه العربية تعرف، راه الدولة غتعاون واحد الطبقة اللي ما متمكناش على انها تشري، اللي ما قاداش على انها تشري، اللي كيجي هذاك لافونس صعيب، راه بحال الدولة عطاتك لافونس، باش نكونوا واضحين، إلا هاد الشروط هادي توفرات فيك، إلا قدرتي توفر هاد الشروط هادي، إلا كنتي أنت باغي تشري ولكن عندك واحد الفران، عندك واحد العراقيل، وهاد الإعانة هادي سهلات لك هاد العراقيل هادو، فالله يسخر لك، راه كاينين الناس اللي جامعين شي بركة. كاين الناس اللي جمعين شي بركه وفسمع هاد يعني هاد الاعانه هادي تشجع، وخصوصا كنهضر على الناس اللي غيشريو الدار قل من 30 مليون، اما بين 30 و 70 مليون فهذه طبقه متوسطه، طبقه متوسطه يعني ماشي الناس اللي زعما حتى هما الدوله ما نساتهمش، هاد البيدجي هذا اللي دارته الدوله تقريبا 9 ديال المليار ديال الدرهم، بيدجي ماشي سهل، وكيف ما قلت لكم راه ما كاينش شي دوله في العالم اللي تقدر دير هادشي هذا، لان هادشي هذا يكلف فلوس بزاف. هذه المساله كيف ما قلت لكم الا توفروا الشروط فهي مزيانه. وعندي واحد الطلب اخير، حتى هو طلب اخير كنوجهه للناس المسؤولين، انهم حتى دوك المنعشين العقاريين خاصهم مراقبه، لان هذا البرنامج كيف ما قلت لكم راه الناس اللي عندهم رخصه السكن ديال 2023 هاد الناس راه يكونوا على الاقل بناو في 2021 ولا كاع في الاول 2022، يعني كاينين الناس اللي غادي تقدر انت تستافد من السكن ديالهم اللي يقدروا والله غيبداو البني دابا، يقدر يبدا البني دابا ومن دابا عامين تخرج له البيرمي دابيتي ويبدا يبيع وانت تشري من عنده باش تستافد. فنتمنوا ان هاد الناس هادو اذا كان غادي يبني واحد الدار اللي كتسوى 70 مليون او اللي كتسوى 80 مليون ما يديش ليها معايير ديال 70 مليون باش انه ديك يعني الاستفاده اللي غتستافد انت ينقصها هو من الكلفه ديال الدار. نتمنى ان تكون واحد الشفافيه، نتمنى ان تكون مراقبه، نتمنى ان الضمير ديال هاد الناس هادو يعرف ويحيا قدام هاد الناس هادو اللي الدوله عاوناتهم، حتى انت عاون من جهتك. السلام عليكم.